هي حكاية تحرير وصلت أصداؤها إلى أعماق الأحمر. ففي قعر بحر شرم الشيخ تمايل علماء لبنان والجيش اللبناني في أعماق المياه في تحية أداها المركز اللبناني للغوص لمناسبة مرور 18 عاما على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. قد تتعدد الطرق وأساليب الاحتفال بتطهير الأراضي من احتلال غاصب، كيف لا وعيد التحرير يتصدر كل الأعياد.